الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواليه. جزاكم الله خير على دعواتكم ومشاعركم الطيبه، اسال الله لا يوجعنا واياكم ولا يرينا واياكم مكروه. الحمد لله على كل حال. اصابات خديجه حروب الدرجه الاولى والثانيه، لحي جراح، عسى الله يعوض الخير. الحمد لله على كل حال، كل شيء يعوضها بشيء الارواح. الحمد لله حريق البيت بسبب انفجار الشاحن المتنقل، كنت اشحنه بالكهرب، لا يمكن خليهم انفجر. لذلك يا اخواني بالله انتبهوا من الشواحن، انتبهوا من الشواحن، انتبهوا من الدفايات، انتبهوا من الكهرب. ان الله يحملنا واياكم ويفجعنا واياكم، الله يحفظنا واياكم ويحفظكم، جزاكم الله خير. طبعا الحريق كان هنا في المنطقة هذه، بقيت جبت نوم يا اخي، خليه يفضل. أهم شيء صحتك وسلامتك، لا تشبك جوال ولا كهرباء إذا. الحمد لله على كل حال، هذه قبل ما أدخل البيت، قبل ما أدخل.